تتراوح معاناة الوافدين في ريف الرق الغربي بين بؤس وجحيم لا يطاق، فتحت كل خيمة حكاية مؤلمة، وداخل كل بيت طيني قصة موجعة. أناس فروا ناجين بأطفالهم وأرواحهم، لا يحملون من المتاع سوى أثوابهم البالية على أجسادهم. من وصل منهم فوجد مدرسة خالية فقد كان ذا حظ عظيم. عريان وعريان ودشرنا كل شيء، هدومنا كل شيء من العالم نمينا والله. هذا الشادر مو لين ذات البنت عيالي هذه. والله وضعنا سيء بحيل. تقول لك انه مو سيء، سيء دجن، لا صوبات ولا بدور ولا شيء، ما عندنا شيء غير عونة الله ودهجنا بهالبراري والقرها مع الحياة والعقارب. أما الغالبية فقد انتشروا في برية شاسعة، بنوا بيوتا من القصب والطين لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. غياب الكهرباء أصبح قصة محتملة، لكن نقص مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء ومصادر للطاقة أصبح أمرا لا يطاق. وقد بدأت علامات شتاء قاس بالظهور. هل هون بكره بالشتاء شو بدنا نبروك؟ ما عم نعرف والله شو بدنا نقضي على الشتوية. والله يا ابني اكلي لهم ما بعرف، وخويا شويدر مع ما في على السوا، يعني بدهم اغراض يعني عيال الاولاد عم ناموا على الارض على الحصر. اناس تركوا حياتهم وممتلكاتهم واستقروا هنا ينشدون الامان، فاجتمعت عليهم نوائب البرد والجوع والاوبئه، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.